بالمنطقة الصناعية بقسنطينة يؤدي إلى إتلاف سيارات بالمحشر البلدي دون تسجيل خسائر بشرية، والمصالح المعنية تباشر تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث. في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، هبات تضامنية ولفتات إنسانية ترسيخا لقيم التراحم والتآزر، واستجابة كبيرة للتجار المعنيين بالمداومة. في أول أيام العيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الغزاويون يقيمون صلاة العيد على بعد أمتار من الجدار العازل ويزورون بيوتا دمرتها غارات الاحتلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صح عيدكم، كل عام وأنتم بخير وجزائرنا الحبيبة بألف خير. إذن تسبب حريق مهول نشب بالمنطقة الصناعية بقسنطينة في إتلاف 7 أكواخ قصديرية وقرابة 60 سيارة كانت متواجدة بالمحشر البلدي دون تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت المصالح المعنية تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب الحادث. دخلت وحدات الحماية المدنية في هذا اليوم الساعة 12 من أجل الحريق على مستوى بعض البيوت القصديرية والمحاذية لمحشر البلدية، إلا أنه مع الحريق مع هذاك تطورت مع الرياح، تطور الحريق مس حوالي 7 بيوت قصديرية، هذا تقييم أولي، وكذلك الجزء الأسفل من المحاذي الجزء تاع المحشر المحاذي للبيوت القصديرية. في المحشر هو في السعة نتاعو حوالي 400 ل 500 سيارة، تمس الحريق مس حوالي 60 إلى 70 سيارة، هذا طبعا تقييم أولي. تلقت صعوبات الصدر ففرق التدخل تلقت صعوبات أثناء التدخل تاعها، لأن المدخل ما كانش مدخل مهيئ كما ينبغي لدخول شحنة الحريق، لذلك استعملنا حوالي 12 شاحنة و4 سيارات إسعاف. ورغم مثل هذه الحوادث الأليمة تستمر أجواء العيد بقسنطينة كما باقي ولايات الوطن، حيث تم تسجيل استجابة تامة لنظام المداومة الذي اتخذته مديريات التجارة استجابة لاحتياجات المواطنين. في هذا تفصل إناس بدرة. استجابة واسعة سجلها التجار المعنيون لبرنامج المداومة يومي عيد الفطر عبر كامل القطر الوطني. هذا وسجلت أيضا معظم الولايات الالتزام في وسائل النقل التي يكثر عليها الطلب. كل المعني بالمداومة راهم مفتوحين، استجابوا لهذه المداومة سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية العامة أو المساحات الكبرى أو حتى فيما يخص الخضر والفواكه والمخبزات. الخبز كاين متوفر، السلعة متوفرة، ورانا في خدمة زبائن من الصباح حتى الليل. الحمد لله راك تشوفوا النقل، الحمد لله راه موفر، الكيران كاع راه متوفرين، صباح عشيه كاينه الخدمه راه مليحه. هنا ترونسبون احنا فتحنا بروميجي تاع العيد، فتحنا بدون ترخيص ما عند، وفتحنا اليوم البارح واليوم، يجي يقضي ويدي طيب فطوره ونورمال. اجراءات وتدابير اتخذتها مديريات التجاره لقت استحسانا واسعا في اوساط المواطنين. هاد العام لاباس، راه مفتوحين المحلات والحمد لله، والو تبارك الله ما خصناش. ميم نهار العيد كي تصلي كيجي من المصلى تجي تقضي نورمال كاع وتمشي. سانسيرمون تو الموند اي ديسبونيبل، سواء لي بولونجي ولا لي زاليمونتاسيون جينيرال، كلش كاين متوفر الحمد لله. حليت على 7 و8. شحال تغلق؟ دوك مين يخلص، منين يخلصوا الناس نحبس انايا. 100% حالين، كما مخبزة راه يخدم مثلا كمية معينة من الخبز كي تخلص له سي اوتوماتيكمون راح يقفل، ما راحش يبقى حال. هو نظام مداومة يلتزم به التجار المعنيون تلبية لطلبات المواطنين.
وهنا نفتح المجال أيضا للحديث عن نظام المداومة سيما بالمستشفيات والصيدليات. فوزية تاج. خدمة صحية في مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية للمرضى والتكفل بهم صحيا وفر طاقم طبي يداوم خلال أيام عيد الفطر المبارك. كانت مريضة والحمد لله تكفلوا بها في أحسن ظروف، الحمد لله كان بيرمانونس وجهونا والطبيب اكزامين الباسيون الحمد لله. وفرنا أطباء على مستوى استعجالات، الطبيبين عامون ومجموعه من الاطباء اخصائيين. هاد الاطباء هادو لاكارت تاعهم تبدي من اليوم حتى التالي يوم الثالث يوم اليوم العيد، فيهم كل اختصاصات جراحه عامه طب اطفال وخاصه بالنساء. برنامج المداومه شمل كذلك صيادله لتوفير الادويه للمرضى. حاجه مليحه في العيد، راه كاين لابارمانوس تاع صيادله كاين الدواء الحمد لله، حاجه مليحه بعد المريض يلقى الدواء يلقى. تقريبا كاين خمس صيدليات مفتوحه في الايام تاع العيد وموفرين الدواء الحمد لله بيرمانونس، ويجوا وكان حتى يطرطبوا علينا في الديار نحلوا لهم بفرح وسرور، خاطر تقريبا كيقول له المواطن لازم يوفر له دواء ونوفره لهم في كل الايام تقريبا، ومن الثامنه صباحا حتى بعد الثامنه مساء. برنامج المداومة مستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته. وعيد الفطر المبارك مناسبة يحلو للبعض فيها تقاسم الفرحة مع اليتامى والأطفال. التغطية لسامي أبو عرعور والتقرير لسهيلة زيدور. يصطحب ولديه مهدي ويانيس ويتوجه مصطفى بشوش في كل مناسبة عيد إلى قرية أسواس الأطفال بدراريا، هو موعد قار كل سنة. نجو نجوزو معهم هذه السويعة ولا زود سوايع كما حب ربي، وإن شاء الله برك نكونوا درنا جسم مثقالة درة حاجة خفيفة برك جوست أبتي سوغيغ يكفينا. جوز لعيد شغل بفرحة مع هذا الأطفال. نعلمهم هكذا حتى كي يكبروا. يتمتع هؤلاء الأطفال بفرحة العيد بكل الهدايا من لعب وألبسة وحلويات التي تسهر على تقديمها الأيادي المحسنة. كاين دي جون كي رامن دي فيتمون بري اي دي جون كي رامن دي سوم دارجون، وين حنايا نخرجوا بور فير لو شوا افيك لي زونفون تاعنا ثاني، دونك بلا بهم هما من الفرحه تاع العيد ما تكتملش. هو يوم مميز تعيش فيه نور الهدى رحاب الاطفال الاخرون نشوه السعاده. وحنا وقت السوق تاع البارك لعبنا تما احنا مع المهرج. دفء العائله وتقاسم مثل هذه اللحظات هي مناسبه لا تفوت. ريان مبتهج خاصه بعد فوزه في مسابقه لحفظ القران. شاركت في المسابقه خيروا القران مدى جست اعطوني واش نحفظ حفظت. منذ السويعات الاولى اجواء الزيارات والتهاني مصحوبه بعادات تقاسم ما جادت به ايادي والداتهم من طيب وحلوى. بعث الفرحة وروح التآزر في دور المسنين مبادرة عمال أريد ورفقة أوجه إعلامية وفنية ورياضية. مريم بايش. صنعها عمال أريد رفقة نخبة من الفنانين والرياضيين خاصة في مثل هذه المناسبات والمواسم الدينية. سعيدكم وكل عام وانتم بخير. آمين إن شاء الله. وربي يخليكم. شغل لا في ديارنا يعني الحمد لله. جاو الناس بزاف عائلات زارونا شافونا كثر خيرهم. والله غير حاسين رواحنا شغل رانا في الدار. وانا فرحانين بزاف بزاف بزاف، والله غير حسبونا شغل كثر من ولادهم كثر من العائله تاعهم. في اليوم الثاني للعيد اخترنا هذه المبادره، هي زياره مراكز الاشخاص المسنين، لان هذه الفئه من المجتمع تحتاج الى حنان، تحتاج الى جو من الفرحه. الشيء اللي لازم نركزوا عليها انها يوم تطوعي من العمال. شفتوا الجو اللي خلقوه، جو حميمي، جو من الفرحه، فيه حتى دموع لبعض الاشخاص المسنين. ان شاء الله هذه تكون يعني سنه حميده. تقاسم فرحة العيد وبعث الدفء الأسري لها طعم آخر. جوزنا كيما لا فامي في الدار جونا لا فامي. قد ما فرحت كي شفتهم قد ما قلبي وجعني، لأنه مش من العادي أنهم أمهاتنا موجودين في دور المسنين ودور العجزة. الوالدين يعني هما التاج الراس تاعنا، نتمنى إن شاء الله يعني للجيل الصاعد
ينزل شوية رحمة في قلبه. احنا فرحانين اليوم جينا عندكم ونقضوا يوم من العيد معاكم ان شاء الله راكم انتم عائلتنا. الفرحه تاع العيد زادت كي شفنا الفنانين جاوا زارونا هكذا، والله غير ما شاء الله. نتمنى العام الجاي ان شاء الله لو كان يعيطوا لي ما يقولوا ليش يروحوا نطلوا عليهم في دار العجزه، يقولوا لي يروحوا نسقسوا عليهم في ديارهم. ويبقى إدخال السرور على الآخرين من أحب الأعمال وأعظمها أجرا عند الله. وبدورها نظمت الجمعية الوطنية للسلامة المرورية زيارة لمرضى مستشفى ثنية ببومرداس. وهبة هوام زيدات. في ثاني يوم عيد الفطر المبارك بادرت الجمعية الوطنية للسلامة المرورية بزيارة مرضى مستشفى ثنية بولاية بومرداس. واللي تدخل في اطار سنه حميده بالتنسيق مع القطاعات الامنيه، الامن الوطني، الحمايه المدنيه، يعني لهدف رئيسي وحيد هو محاوله منا ادخال البسمه والفرحه يعني لدى هذه العائلات. ان السلامه المروريه دورها لا يقتصر في التوعيه والتحسيس للوقايه من حوادث المرور فقط، بل هناك ابعاد اخرى الا وهي الاعمال الانسانيه والخيريه. باسم والاسم العائله الثوريه تاع منظمه المجاهدين تاع البلديه والدائره خميس الخشنه. وسكان خميس الخشنة مع هذا المرضى اللي راهم في المستشفى نتاع ثنية، من ربي يشافيكم الكل ويعافيكم ويعافي هذه الجماعة اللي جات لكم الكلية. مرضى مستشفى ثنية بولاية بومرداس استحسنوا هذه اللفتة التي أدخلت عليهم البهجة والسرور. ومن أجواء عيد الفطر المبارك إلى مجال السكن، حيث استلمت أمس 1600 عائلة مقررات الاستفادة من سكنات بصيغة عدل بالمدينة الجديدة بوزعرور بسكيكدا. هذا وتتواصل عملية توزيع المقررات المتعلقة بالشطر الثاني من برنامج عدل الشهر المقبل، حيث ستمس هذه المرة سكان المدينة القديمة. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات النوعية لمكافحة المخدرات ببلادنا، أوقف حرس الحدود بتلمسان أمس الأول تاجري مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب 490 كيلوغراما كانت مخبأة في حقل فلاحي. تأتي هذه العملية لتضاف إلى عدة عمليات ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني، ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة عبر كافة أنحاء البلاد وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراقها بهذه السموم. انتقل إلى رحمة الله المجاهد محمد صالحي عن عمر ناهز 80 عاما، الفقيد من مواليد مدينة تبسة، ويعتبر من العناصر الفاعلة في القاعدة الشرقية وجبهات القتال، ويعد من كبار معطوبي حرب التحرير، حيث بقي يشغل أمين مكتب جمعية كبار معطوبي ثورة التحريرية. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين طيب زيتوني بأصدق التعازي لعائلة الفقيد والأسرة الثورية. إن لله وإن إليه راجعون. ونعود إلى أجواء العيد، لكن هذه المرة بفلسطين. فرغم حصار الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للأخضر واليابس، إلا أن سكان قطاع غزة ما يزالون يحافظون على تقاليدهم التي باتت راسخة في أذهانهم من جيل إلى جيل. مراسلة من غزة مع وسام أبو زيد. على تكبيرات الله أكبر استقبل الفلسطينيون عيدهم، وعلى بعد أمطار من الحدود مع الاحتلال أقاموا الصلاة. فالعيد عندهم فرصة للتأكيد على حقوقهم المشروعة والتخلص من نير الاحتلال. عندما نقيم هذه الصلاة على حدود هذه الأسلاك الزائلة بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه الحدود الوهمية هي رسالة تحدي جديدة من أبناء شعبنا. هذا العيد رغم الآلام التي يعانيها شعبنا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ونتيجة الحصار المتواصل، إلا أنه فرصة لإدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال وإلى نفوس العوائل، وهذه فرصة للتكافل الاجتماعي والتكاتف بين كل أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة أبناء الشهداء والجرحى. وإن كان العيد فرحة تغمر قلوب المسلمين، إلا أن قلوب الكثيرين هنا
معلقة بشهداء فقدوا أو أسرى يقبعون في سجون الاحتلال بعيدين عن أبنائهم، إضافة إلى مئات العائلات التي فقدت منازلها بفعل العدوان الإسرائيلي. طبعا الناس 12 أسرة بيوتها تدمرت ونفسيتها طبعا مدمرة، لأنه فيش إلها بيوت، تشردت بتكامل البيوت وتشردت الناس، وزي ما أنت شايف البرج مدمر، أنت عارف يعني فيش فرحة في قلوبهم، الفرحة راحت يعني، يعني لا بيت إلهم ولا إلهم أسرة ولا فيش مكان يحويهم. وعلى أطلال المعاناة المتراكمة من فقر وحصار ومأساة وضيق الحال، يصرخ الفلسطينيون فرحتهم، وما زال كعك العيد أحد الطقوس الرئيسية يزين الموائد خلال زيارة أرحامهم. رغم الحصار ورغم المعاناة ورغم ما أن الناس عاشت جو رمضان وبتحاول أن تعيش جو العيد، رغم هالحزن ورغم هالحصار ورغم هالحرب اللي جت علينا، وبرضه بنحاول أن نعيش جو العيد. فهذه المنازل المهدمة كانت تستقبل عشرات العائلات الفلسطينية إحياء ليوم العيد، لكنها اليوم أصبحت مكانا يقلب المواجع من جديد. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. في مصر قتل 8 من رجال الشرطة وجرح 3 آخرون في هجوم تتبناه ما يسمى تنظيم داعش. العملية التي استهدفت أمس حاجزا أمنيا غرب العريش في شمال سيناء تم خلالها القضاء على 5 مسلحين، فيما فر الباقون. من لندن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستبرم اتفاقا تجاريا استثنائيا مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما فيها الشركات الأمريكية في القطاع الخاص التي يمكنها تقديم عروض لعقود مميزة في عدة قطاعات. ونختم على أخبار الرياضة، حيث واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تربصه لليوم الثالث على التوالي بالمركز التقني لسيدي موسى في العاصمة بالتركيز على الجانب البدني تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وهذا إلى غاية 8 جوان، بعدها يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لمباشرة المرحلة الثانية من التربص، حيث سيجري مبارتين وديتين، الأولى يوم 11 جوان أمام نظيره البوروندي، وثانية يوم 16 ضد المنتخب المالي. ختاما أذكركم مشاهدينا أن العناوين الإلكترونية للتلفزيون الجزائري تبقى في خدمتكم. أستودعكم الله.